طب ناخد تشكيل مصر. يلا قول يا عم عظيمه. مش عظيمه، مش انت الاخراج وهم الاعداد. الحضري، رحيل، محمد نجيب، علي جبر، المحمدي، احمد فتحي، حسام غالي، النني، وليد سليمان، محمد صلاح، خالد قمر. يبقى تشكيل منتخب مصر ظهرت الرؤيه. عصام الحضري حارس المرمى، قدامه رباعي احمد المحمدي، محمد نجيب، علي جبر، صبري رحيل، قدامهم احمد فتحي، يمينه وشماله حسام غالي والنني، يمينهم وشمالهم محمد صلاح وليد سليمان، وراس حربه منتخب مصر خالد قمر. شوف بقى التغييرات عن الماتش اللي فات. عندنا الحضري، عندنا المحمدي، عندنا حسام غالي، عندنا خالد قمر.